بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي علي بهلول. اولا كنشكرك انت كشاب جيتي باش شفت نقول المعاناه ديالنا اللي كنعانيو في هذا القطاع ديال الصناعه التقليديه المنتوجات الجلديه. حنا دابا هنا في هذا المكان هذا مرحلين من الفنادق وجينا لهنا حدا دار الصانع كنخدموا هذه المده ديال 4 سنين، وعانينا في الاول قبل كورونا واحد العامين لان بعدنا على السائح، وحتى اللي كان كيشري من عندنا بالجمله حتى هو ما بقاش كيعرفنا فين كاينين، وجات كورونا عاوتاني زاد كملت علينا، ودابا حنا كنعيشوا واحد المعاناه يعني للاسف معاناه ما كاينش بحالها كاع. شفنا حتى عينا ولكن ما شفناش بحال هذه الاعوام هذه اللي كدوز علينا. دابا حنا غير كننسجوا وكنحطوا السلعه هي غير محطوطه، وجات هذا الاغلاق ديال الحدود عاوتاني زاد كمل علينا، لان كنا كنترجاو في ذاك راس العام كانت يعني في ذاك الاول ديال شهر 11 كتبقى تحرك الصناعه التقليديه خصوصا هذه المنتوجات الجلديه لانها مرتبطه بالسائح بواحد الارتباط 100%. وحتى المهاجر المغربي اللي كيدخل البلاد كان حتى هو كياخذ هذا المنتوج وكيعاون الصنايعي وعارف الصنايعي وعارف المعاناه ديالو. وحنا دابا الان دابا هما الحدود مسدودين، غير كنخدموا وكنحطوا، ما كنبغوش نبقاو جالسين حدا ولادنا، شنو كنجلسوا نديروا؟ كنقولوا ما ربما الله يجيب الفرج من عنده. وهذا الشيء اللي كنشوفوه يعني كنطلبوا من المسؤولين، هاد المسؤولين هادو اللي على هذا القطاع هذا عيينا ما نرسلوهم، ما خلينا ما درنا، ما خلينا ما هضرنا، ما خلينا ما طلبنا. وجاو لعندنا، جات لعندنا الوزيره السابقه اللي هي دابا الان وزيره الماليه، وشافتنا هنا دخلت لعندنا لهنا وقلنا لها المعاناه ديالنا ووعدتنا بانها غتنظر في الامر ديالنا، ولكن ما للاسف ما كاين والو. حنا دابا اش تنقولوا؟ تنقولوا اودي حنا الا جيتوا حافظتوا علينا حنا كصناع تقليدي حتى هاد الصناعه هادي غتبقى راه وجه البلاد حتى هي. هاد السائح ملي كان كيجي لهاد مدينه الرباط فين كان تيجي؟ تيجي لشارع القناصيل، يعني ما بيسمى بسوق تحتي، كاين بازارات، كيجي كيبقى يدور كيدخل حتى للفنادق ويشوف الصنايعي كيف كيخدم شنو كيصايب، هذا كان تواصل. دابا الان ما كاين والو، شنو كاين؟ ما كاين والو. حتى المسؤولين علينا في هذا القطاع هذا هما 4 ديال المؤسسات، الوزاره والغرفه ودار الصانع والمندوبيه. دابا الغرفه ما عمري ما شفت انايا الغرفه كتواصلش معنا كاع، يعني هي تعرف المعاناه ديالنا وتمشي تقدمها حتى هي للمسؤولين، لان راه هي حلقه وصل ما بيننا وبين الوزاره. فين هو هاد حلقه الوصل؟ واش كتكون غير في الانتخابات؟ كتكون حتى في المعاناه. المواد الاوليه ما عمرهم ما يوصلوا لنا عليها، مثلا كالجلد، ولا عندنا منافسات من طرف الشركات، ماشي دابا، دابا راه كل شيء واقف. ولكن من بعد ما كتكون الخدمه راه حتى ذاك مول الشركه كان كيدي واحد المنتوج اللي هو كاليتي ديالو، كناخذوا حنا ذاك اللي باقي دابا ولا كيجمع حتى هذاك. ملي كتجي انت تشري واحد الجلده كدير فيها واحد المنتوج كتقام عليك غاليه، حتى ذاك المواطن المغربي علاش ما كيشريهاش من هنا؟ لان ما كيقدرش كيشوف واحد الحاجه جلد كيبان له غالي كيقول ويلي انا شغل. ولكن الا كان ذاك المنتوج مثلا الدوله ساعدتنا وتخلي لنا ذيك البركه ديال العيد اللي كتكون حتى ديال العيد، ولاو كيديو منها حتى هي كيجمعوها دابا الناس الدباغه وداك الشيء وكيديروا لها المواد ديالها باش ما تخسرش، وكيجي كيشارجيوها في الكاميوات صحاب المعامل ويديوها. يعني معاناه؟ معاناه، لان هذه الصناعه التقليديه دابا خا كي كنا هنا في مدينه في الرباط كانت يعني الصناعه التقليديه ديال الجلد، انا كنهضر على الجلد، كانت فيما مشيتي في الزناقي تلقاها. دابا فينا هي؟ راه والو ما بقاش، حيت فتح الحدود. حنا دابا حنا عندنا الركود هنايا في هاد الايام دابا عندنا من شهر 12 كيكون عندنا الركود بلا كورونا، تتكون واحد الركود ما يزيد على واحد 4 شهور. ملي كيدخل ديك الربيع وداك الشيء وكتبدا العطل كيبدا يتحرك من ناحيه الاجنبي، من يعني السائح، انا كنهضر على السائح، كتبدا تتحرك الامور. دابا حنا غاديه واخا هي الحدود ملي غتحل كنترجاو الخير حتى حنا، لان الحدود ملي كتحل راه حتى انت كترجى الخير، وملي كتمسدوده راه هي مسدوده.